طب جماعية معلش يا معلش يا ولد البلد، في نقطة بس مهمة كده أنا داير أسألك فيها. فلنفترض إنه الإشاعة دي من الإمارات، يعني عشان بعد ذاك يوهم الناس بأنهم انت مات وما مات، وبعد ذاك يشوف له خروج آمن، بعد ذاك يقدروا يمرقوه. نحن ما عارفين الموقع اللي قاعد فيه هيمنتي يكون محاضر بجميع الاتجاهات. وزي ما ذكر في واحد كده ما عارف دكتور، قال يا أخي في قناة طيبة، قال يا أخي الخرطوم محاصرة فوق وتحت، ما في طريقة هيمنتي ده يمرق. يا أخي ما يودوه يا أخي، انتهوا منه عشان ما يقعد يعمل لنا فبركة. دي ما هي هو اللون ده كده خليه يمرق ويشيل الطياره دي، احنا ما هنخليه هو للامارات الليله. من كثر انا ببشرك في بريطانيا وفي النرويج وفي امريكا وفي كندا الدعاوى القضائيه ضده وضد دوله الامارات العربيه المتحده انتظموا، هناك محامين وناس القانون الدولي سودانيين اولاد بلد انتظموا طالبين لهم ب 300 مليار دولار، والليله رافعين جايبين ادله انه في اسلحه تم تصديرها اعاده تصديرها من الامارات للمجرم ده، وفي العقود الطالعه من الولايات المتحده للتسليح الامارات دي الاسلحه دي ما مسموح لها تعيد تصديرها. اليوم اليوم في اثباتات جابوها في المحاكم الامريكيه هنا انه يقاتلوا معاه المجرمين بتاع انفاقنا بريكروتنج وعاملهم من حفتر، ما هنخليه هو يموت ونحن ما دارين انه يموت. انا اقول لك حاجه، انا بتكلم لك باسم مجموعه كبيره من الشعب طيب السوداني، في ناس في ناس قال لك اطلع السماعه لو انت قاعد تتكلم بسماعه. اوكي. احنا انا باكد لك نحن مجموعه كبيره من جموع الشعب السوداني ما دارين الزول ده يموت، اصله ما يموت يموت لنا في معركه، نحن دار نمسك وندفع الجرائم اللي مش هبش الناس في دارفور واغتصب البنات، واليوم النسوان الحرائر في السودان اللي قاعد يدخل لهم المجرمين جوا البيوت النسوان، هو كان فيه رجاله ما يبرك بره في النقعه، نحن دارين له في النقعه ده برضه ما بنقول له، نحن دارين نفرش وقول الناس الجنجويد العايمين هنا بيسمعوا بالكلام ده، يسمعوا الكلام ده خطوه في ضنينهم، وقسما بالله تاني السودان ده ما بتقعدوا فيه، ومش السودان، نحن هنطلعكم من السودان ومن ليبيا ومن تشاد، نحن عندنا دول الحول حولنا دي كلها الا تبقى منطقه عازله، شوفوا لكم محله ثانيه. اهلنا في دارفور قاعد يداعوا عليكم، واهلكم في الشماليه قاعد يداعوا عليكم، وانتم ما عارفين الناس اللي تداعوا عليكم وقاعد يجمعوا في غضهم وغضيض، الله لا ورانا اليوم ذاك لانه حياخدوا المجرم بالبريء، حتى البلد دي حيحصل فيها فتنه انتم حتشوفوها بعينكم، الفتنه دي القتل. والله انتوا وصلتوا محله هبشتوا محله ده محل شق العقرب، انتوا ما عارفينه، انتوا هبشتوا ناس ابرياء، هبشتوا حراير، هبشتوا حراير في دارفور، هبشتوا حراير في الخرطوم، هبشتوا حراير في ضواحي الخرطوم، وحاولتوا تمشوا الشماليه ووروكم هناك شفتوا شنو حاصل لكم هناك. خليتوا المضادات بتاعت الطيران خليتوها جوا السواق وجريتوا، ولسه الناس زي ما كان قاموا عليكم، اليوم قاموا، اليوم انا باكد لكم يا جنجويد قاموا جايين عليكم. والناس اللي انتم شايفين التعاون ده اجروا ساي بس ارموا سلاحكم وامرقوا، والله العظيم الالاف المؤلفه جايه زحف عليكم في الخرطوم، اقسم بالله انا متاكد من المعلومه دي زي ما انا قاعد اتكلم، وقسما بالله هياخدوا البريء بالما بريء، دارينها نظيفه قاعده، ما في نظيفه، البلد دي هيحصل فيها سووا فيكم الزول ده ربنا هينتقم منه ومن الاولاد المساكين الغشغشهم، حسي في ناس اولاد صغار 18 و16 سنه جابوا جيشهم بالغلب قبلي، نحن عرب الجنيد، نحن عرب العطاوه، ونحن طول عمرنا عايشين قبائل ومتزاوجه وقاعدين وما فارق معانا انت منو. جابوا جنود العطاوه والمجرمين ديل حيجنوا على اهلهم هناك، واليوم الادارات الاهليه في دارفور المفروض تتخذ موقف واضح، تقول نحن متبرئين لانه بعدين نحن ما بنعرف بريء ولا ما بريء، ما برأت نفسك الان، ما زي الزول اللمس قال لك في التليفون ده قال لك والله زي فرعون قال لما جاء قال امنتوا برب موسى وهارون، الزمن ذاك ما في امنتوا برب موسى وهارون، والزمن ده والله انا شايفه قريب، وانا ما حصل بشرتكم بحاجه يا شعب السوداني، ما حصل قريب جاي الزمن ده، عينك في تركب فيه الزول المجرم ده يموت ما يموت، نحن في النهايه هو التارجت، ده تارجت هو واولاده كلهم، زي ما اولاد الناس دخلوا عليهم المجرمين ده اغتصبوهم في البيوت، نحن ده نحاسبهم بجرائمهم بالقانون، بالقانون نحن ما دارين يقتل في حادث اطلاق نار وتضارب مع الجيش، لا احنا نقول حبيبنا نربط لك جنزير ونجيبه عشان نبقي عبره لمن لا يعتبر، عشان ثاني ما في واحد يخش الدين في السودان ده يقعد يشتغل لنا بقبل وعنصري، احنا ما بنعرف الكلام ده ولا دارين نعرفه ولا بيشبهنا ولا نحن ما بنعرفه، ده بيعمل لنا فيها الخليفه والطرشين جديد، خليفه والطرشين ده انا ما بيقعد في الخرطوم،
والله والله انا بالرساله دي موجهه للجنجويد اللي قاعدين بكوركو ديل، احنا عرب العطاوه ونحن عرب الشيطان الرجيم، ديل العطاوه بريئين منكم براءه الذئب من دبي يوسف، قاعدين ناس يزرعوا في الرعيهم وفي تعليم اولادهم، يبيع بهيمه عشان يقري ولده يجيبه، لميته فيهم شغلتهم مرتزقه توديهم اليمن، الزول ده مرتزقه يوديهم اليمن ومرتزقه لحفتر ويمشي يشيل من الاتحاد الاوروبي قروش، يقول لهم والله انا بكافح لكم الهجره غير شرعيه، ويكتل في الاسر الماشة تهاجر اوروبا ويشيل اولاد الليله قابضين ناس قتلوا اسرهم جندوه في المرتزقه ده مع حفتر في اليمن، كله ما بنخليه، نحن هنشتغل بكل اتجاه وما بيهمنا يموت ولا ما يموت يا احمد كسله، نحن ما بيهمنا الزول، نحن مهمنا الزول يدفع الحساب، والحساب يا اسمعوا كلامي جنجويد حميتي، حتحاسب على الصبر كلها، الزول الشال سلطه حتحاسب عليه، الزول الشال اكل شرب بيبسي حتحاسب عليه، واي زول طلع بالميديا دي بيشجع في الجرائم دي نحن رصدناه وحنطارده بالمحاكم، ده ما كلام الله يوصلنا لاخر حد. معلش المقاطعه ده البلد، انا اهم حاجه عندي بس ربيع، لانه ربيع ده انا معروف منه حرقه جينا. نحن لا نسمي زول بالتسمية، نحن أي زول، نحن الشعب أي زول بيشجع على الجرائم دي، الليلة الهيومن رايتس ووتش مطلعة رقم، أنا بشيره لك أحمد، مطير أبو الشيخ عاملة كامبين إنه يوثقوا الجرائم دي، وكل المتحدثين اللي بيشجعوا في العمل الجبان الوسخ بتاع احتلال البيوت، جرائم حرب والمستشفيات ديل، وقاعدين أبواق إعلامية، نحن والله نطاردهم بالمحاكم وبالقانون، بالقانون نطارده ما نخليه، لكن اللي في الخرطوم جوا قول لهم والله الغيت الاعمى يشيل المكسر، قال لكم طريق امرقوا الليله، لانه نحن ما الجنايز دي والله ما بتندفن، والله ما تقول انا مسيطر وانا شيطان رجيم بعينه بيك ساي، وقاعد يحفروا لك في الحفره، والحفره دي نحن ما دارين فيها ابريه عشان يموتوا الاولاد دقلوا، ابريه يموتوا فيها اولاد دقلوا عشان يبقوا ملك، ما بيحصل، نحن ما دارين الكلام ده، وما بيسرنا قتل الاطفال والاولاد، الاولاد الشباب المغشوشين ديل، ما بيسرنا كشعب سوداني، ده رصيدنا نحن في الشعب السوداني، رصيدنا كل زول من كل قريه ده رصيد الشعب السوداني، بيعمر البلد هو بيكتل في جيل كامل، لكن اقول لهم لا عذر لمن انذر، بكره المساجد حتكورك لكم في في في, في, في الناس المساجد حيكوركوا لكم بالميكروفونات، يا اخواننا زول ارمي سلاح وتعال سلم نفسك الجيش وامشي، الدار يسرحوا الدار يبقى عسكري حيبقى يمشي عسكري، لكن الباقي والله والله العظيم اني ارى ما لا ترون، انا ما بقول انا نبي ولا كذا، لكن بموجب المعلومات والكلام اللي بيجيني انا ده انا قاعد اسمعه ده، الله 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 لا جاب، الله يكتب الشينه، الله يكتب الشينه، وحميتي ما شافش ضرب الضرب العقرب، العقرب بيدي فيه عينه، فهمت؟ هو قال الدبيب بقتله يا راسه، نحن ما بنقول نحن دايرين انه ما بنقتله، ما بنقول دول نقتله، ولا بنقول دول نقتله، يجيبوا لي القانون والقضاء بيحاسب على السفره كلها، شكرا لك احمد كسل وشكرا لاتساع صدرك يعني. شكرا تحياتنا يا ولد البلد، انا ما اعرف باشمهندس دكتور استاذ تحيه لك، معروف طبعا ولد البلد بنزل مقاطع صوتيه، فشكرا لك، كل الناس موجودين وكل الحب والاحترام للناس الموجودين، لا لا بتنجم اصبر لي بس انا ما قلت لكم ما تستعجلوا. انت ممكن تقطع زلط تقطع كوبري تعمل اي شيء، لكن بس وقفت مع الميليشيا دي الله قتلك، اقسم بالله الله قتلك، والله العظيم والله والله العظيم، لانه شفت انا بكلمت قلت لكم الشمالي ده كونه تمشي تغتصب نسوان وتشيل قروش وبتكسر وتقعد في بيوت وتاكل عقل الشفا الله كترك، انا وريتك احول، انا بنصر احول، انا دير انا دير تشمت تشمت تجري مرحبتين مرحبتين، الشبكه ما بساعدك الشبكه، طيب انا دير تشمت والله يا جماعه والله انا بنصحك يعني، انا تخيل انا العدو حقي داير يشرب والله جد والله انا بنصحكم، لكن نعمل لهم شنو يا جماعه؟ الفات فات ولا ما فات على كيفه، وما تجرد ساكن، المواصلات ما بخلوك تمشي، الجيش ما بخلوك تمشي، ما بخلوك تمشي، لكن تعال سلم نفسك للجيش وقول لهم انا من النيجر انا من تشار والروب تبتو، ممكن يدوك تاكل وتشرب رجوك اهلك والله جد. طيب مرحبتين صوت 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 بعيد مرحبا
صوت صوت صوت. السلام عليكم عبد الرحمن، أبابك. كيف الأحوال؟ الحمد لله. الحمد لله. الحين أنا شوف موضوع موت حميتي وما حميتي ده، أنت عارف بعد ما أنت قلت الكلام ده أنا يومين ما بنوم. الزول ده الأمار حيدفنوا وين؟ والله المفروض يزوجوا بعيدهم من الشعب السوداني عشان لا جغمة. شوربة ما شوربة، نحن هنجمع قروش هنعمل دورات مياه حينتي في نص غياب ميدان ابو جنزير، هندفنوا هناك وهنعمل دورات مياه. اي زول يجي داخل دورات مياه مجانا انا وهو يكون تحت دورات المياه دي. نعم. تحت الهلال دي. وبعدين انا برسل رساله لجهاز الامن العام، جهاز الامن العام، مع ان انا زعلان منه.